نربط الاتصال شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا مباشرة بالمحكمة العليا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف على افتتاح السنة القضائية 2021-2022. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. برعاية وإشراف من السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نشهد اليوم فعاليات افتتاح السنة القضائية 2021-2022. وخير ما نستهل به هذه المراسم الاحتفائية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها فضيلة الشيخ بلال بن عمروش إمام خطيب بجامع كتشاوى بالجزائر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وعنه بلغ نبينا الرسول المصطفى الكريم. الآن النشيد الوطني.
كان هذا إذن مشاهدين مباشرة من المحكمة العليا، حيث أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاح السنة القضائية 2021-2022. سوف